تحت رعاية معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، ينطلق اليوم معرض نحن نبتكر في العاصمة أبوظبي، وذلك هو المعرض الأول للابتكار في نادي ضباط الشرطة. تعالوا لنتعرف على هذا المعرض. افتتح الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان في قاعة المسرح بنادي ضباط الشرطة بأبوظبي فعاليات احتفالات شرطة أبوظبي بأسبوع الابتكار. حضر الفعاليات معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، وسعادة اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي والمدراء العاملون، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وممثلي الشركاء الاستراتيجيين لشرطة أبوظبي وعدد من وسائل الإعلام في الدولة. السيارة هذه السيارة صديقة للبيئة، عبارة عن سيارة تم تصميمها لتلائم معدات فريق الأبطال التعاون مع بلاغات الإجسام المشبوهة. السيارة فكرة إماراتية الوحيدة في الشرق الأوسط، تم تصميم هذه السيارة للتعامل مع البلاغات الإجسام المشبوهة في الأماكن الضيقة والمطارات والفعاليات. الحمد لله، الله يديم نعمة الأمن والأمان، والحمد لله عندنا مبطلين معتمدين دوليين يقدروا يتعاملوا مع جميع الأجسام المشبوهة. الحمد لله القيادة الرشيدة وبفضل القائد العام تم تنمية الشباب بروح ما شاء الله مؤهلات علمية، في نفس الوقت يتعاملون مع جميع البلاغات في إمارة أبوظبي. وتجول الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان ومعالي القائد العام وسعادة المدير والحضور في أرجاء المعرض الذي أقيم على هامش الفعالية، والذي تكون من 15 منصة عرض فيها أحدث الابتكارات والأنظمة التي مثلت عددا من الأنظمة والحلول الابتكارية قام بابتكارها عدد من منتسبي شرطة أبوظبي والطلب المشاركين من الجامعات المختلفة الذين أعربوا عن إعجابهم بالمشاريع والاختراعات المعروضة. نعم، طبعا عندنا اليوم نقطة تفتيش ذكية، تم تصميم هاي النقطة للانتقال من نقطة تفتيش التقليدية إلى نقطة تفتيش ذكية تفاعلية. طبعا هاي النقطة الأشياء الأساسية اللي توفرها كاميرا تصور الموقع كامل، كذلك كاميرا حرارية تقوم بالتفتيش من على بعد وبصمة الوجه. بالنسبة لمقهى الابتكار، اخترنا اسم مقهى الابتكار موازية مع المقهى الأدباء اللي موجودة طبعا على الساحة، وبغينا ينطلق من الابتكار. بالنسبة لموضوع مقهى الابتكار، ضمينا فيه جميع الأدوات والاحتياجات اللي ممكن يحتاجها الإنسان عشان ياخذ راحته في التفكير وفي الإبداع. هذا وتسعى شرطة أبوظبي من خلال أسبوع الابتكار لتؤكد حرصها على تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والعمل على تشجيع المبدعين وتوفير البيئة المثالية للإبداع ورعايته، تجسيدا لتطلعات ورؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات منصة عالمية للابتكار ووجهة استقطاب المبدعين والعمل الدائم لاستقطاب العقول والكفاءات في كافة المجالات، ليكون الابتكار والإبداع أحد أهم أدوات التغيير الإيجابي في المجتمع والتأسيس العلمي المتميز لتطوير الاستثمار في المعرفة والتركيز على الابتكار المجتمعي من خلال تفعيل مشاركة المجتمع في طرح الأفكار والمبادرات المبتكرة والإبداعية. أيمن مصبح، قناة الظفرة.